كابتن عادل، هل حضرتك مع تخفيض العقود اللاعبين خلال هذه الفترة لأن كل نادي الحقيقة برضو دلوقتي عليه التزامات، مهما كان في النهاية هي التزامات على النادي، ولكن ده موضوع عالمي. هل حضرتك شايف إن مثلا من ضمن الاقتراحات، وكان اتكلم فيها كابتن سيد عبد الحفيظ امبارح، قال إن هو ابتدى ياخد أو يتكلم مع بعض لاعبين داخل النادي الأهلي في تقليل عقودهم ولاعبين متفاهمين، فهل حضرتك مع هذا المقترح؟ أنا معاه، بس في نقطة مهمة جدا، وهي إنه قانونا ما ينفعش إن أنا أخاف. لازم تبقى من اللاعب بإحساسه بالمسؤولية تجاه بلده وتجاه ناده. ده اللي أنا بقوله. كابتن سيد ما تبقاش فرد، يعني ده أنا أقصده. لا عمرها ما هتبقى فرد، إن هو كابتن سيد اتكلم، هو اللي قاله امبارح. قال الكابتن سيد إيه؟ قال إن هو اتكلم مع بعض اللاعبين وأبدوا موافقتهم على هذا الأمر. أنا دايما أدي مثل برشلونة أنت ما بتحبوش. لا انا ما بحب، طبعا في حد ما بيحبش برشلونه، بس بحب الريال اكتر، يعني بحب الريال اكتر. فالاخ ميسي 70% من العقود بتاعتهم اتخفضت، مش باداره النادي، اللاعبين اترمت الاول من اداره النادي وبعد كده اللاعبين هم اللي لا بس عليك. هو ميسي اللي واخد ميسي كابتن الفرقه واخد القرار 70% مش 50%. في لاعب في ريال مدريد برضه اللي انت بتحبه ما رضيش يخفض مرتبه، لا رجع اعتذر. الحمله كانت عاليه عليه فرجع اعتذر. وعلى فكره هي وجهه نظر اللي هو قالها ان انا ممكن ادفع، ان هو يقول لك يا جماعه انتوا تاخدوا مني وتدفعوا ليه؟ طب ما انا ادفع، انا بدفع في قنوات تانية، انا بدفع او لا او انا هاخد وادفع واخد. ما بقول بس لما يكون بقى ايه، يعني ريال مدريد بيطلع او النادي الاهلي بيطلع، هو في الاخر قال كده. لما النادي الاهلي بيطلع او ريال مدريد بيطلع، فبيطلع في حاجات ملموسه، انما انا هطلع ممكن ما اكونش عارف انا بلعب في اسبانيا وهتوديها فين؟ هتوديها في اسبانيا ولا هتوديها في المانيا؟ ما فيهاش فقراء يعني. الله اعلم. في نقطتين يا كابتن برضه مهمين. الاسبوع اللي كابتن حشيش قال عليه، يعني في اخبار تقول ان ممكن تتعمل دوره مجمعه في الكاميرون او في المغرب، بطوله افريقيا. لا دلوقتي كان في رواندا، بيقولوا في رواندا، لانه هتتعمل في خلال اقل، هتتعمل في خلال اسبوع، يبقى 12 اسبوع. انا هبقى مع اوروبا ان انا هبدا في اعداد في نص مايو باذن الله. احنا النهارده 15، يعني كمان شهر في نص مايو ابتدي اعمل فتره الاعداد بتاعتي لحد اوائل يونيو. الاسبوع الاولاني من يونيو اكون بادئ الدوري بتاعي. الحته اللي كان عليها كابتن ابراهيم، انا اللعب في الدوري، انا مع المنتخبات، يعني المنتخبات دي طبعا اسم مصر وسمعه مصر وكل حاجه، لكن الا اللعب في الدوري. انا 20 نادي عندي بطوله مهمه جدا، الناس كلها اقتصاديا وماديا بتبقى مؤثره جدا. انا هلعب دوري من 34 مباراه غير 18، او هعمل مجموعتين، الاقبال عليها مش هيبقى زي الدوري اللي هو 18 17 ماتش و17 ماتش الدور الثاني. اللعب في النظام، يعني في اللعب في النظام البطولة. لا انك انت متعود من زمان قوي انك انت بتلعب في الظروف دي، وظروف اصعب منك. الحاجه الثانيه، وهي دي برضو من الحاجات في غايه الاهميه، الجانب اللي احنا بنقول عليه ان هي بدايه الدوري مع فتره الاعداد مع الكثافه ديت، اللي احنا كل ثلاث ايام في مباراه، هيبقى حوالي ثلاث شهور بما فيهم حتى افريقيا. الاسبوع ال 12 يعني انا هخلص في اغسطس، اخد اسبوعين وابتدي ابدا الدوري بتاعي في نص اغسطس، يبقى انا ما خسرتش حاجه وابتديت الدوري بتاعي الموسم القادم باذن الله تعالى نفس المجموعة. وبعدين عملية الناس اللي هي برضو عايزة تطلع، وانت بديت الموسم لايحة بشكل لازم نستاذ عمرو الجنايني، انا شفت حديث مع الاخ سيف بيقول انا محدش هيوجهني، اللي انت مضيت انك انت تبدأ اللايحة بكذا، اللي هيصعد كذا واللي هيهبط خمسة، والموسم الجديد يبقى انا، لان لازم يبقى فيه شويه حزم وشويه احترام للوائح بتاعتنا. لا اللوائح ممكن ان يتم تغييرها لو في موقف استثنائي، بمعنى ان لو الدوري ما كملش طب هتعمل ايه؟ الدوري لازم يكمل، ده فاضل لهم مين يا جماعه؟ فاضل لهم ماتشين، بس لازم الانديه كلها توافق عليها. الانديه الدرجه الاولى ناقص لهم ماتشين ثلاثه بس يا كابتن، بس انت عارف ان هي دي مشكله. وده اللي انا بقوله، ان انت طب ما قدم اقتراحات وكل يتكلم فيها، عشان كده بنقول ايه؟ اشرك الانديه معاك. هو ده اللي انا بقوله، هو ده اللي احنا عايزينه، ان احنا كل واحد يعمل اقتراح ويقعد حتى لو من وجهه نظره، ما طبعا كل نادي هيكتب مقترحه وقرب المسافات الا انك توصل انك تعدي بالحته دي. بس برضه لازم نلتزم باللوائح،
اللائحه تتحط ليه يا كابتن؟ عشان نلتزم بيها طول السنه. ايوه يا كابتن، نلتزم باللائحه وعشان الظروف الاستثنائيه. لكن في الظروف الاستثنائيه من الممكن ان يتم تغيير. يكون فاضل ماتشين، ما يكون فاضل ماتشين ثلاثه، ما يكون بالظبط كده كل القوانين وكل احترامك للي انت ماضي عليه من بدايه الموسم. عشان ظروف استثنائيه ده فاضل ماتشين يا كابتن، ده فاضل ماتشين بس كده. لو الظروف الاستثنائيه دي فضلت لغايه شهر 8 هتعمل ايه؟ لا ان شاء الله لازم تطبق اللائحه. لازم تطبق اللائحه، مش لازم وجهه نظري.